بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي وصلنا التوبيك الرابع اهو اللي هو الادميشن، وزي ما حضراتكم شايفين مكتوب 4-1 وفي 4-2 قدام. 4-1 ده اللي هو الادميشن باي انفستمنت، و4-2 ادميشن باي بيرشيز. انفستمنت يعني يجي بارتنر جديد ويشاركنا بانه يعمل انفستمنت جديده في الشركه، يحط فلوس في الشركه، يحط كار جديده في الشركه، وات ايفر حط ايه. لكن البرشيز الكيس التانيه اللي هنشوفها قدام، لا، ان هو يشتري من البارتنرز القدام حته من الكابيتال بتاعهم. طبعا دي اجراءات حلها غير دي، عشان كده انا فاصلهم وعاملهم كانهم تو توبكس. طب نبدا بالانفستمنت. يعني زي ما انا قلت ان في بارتنر جديد جه وحط انفستمنت جديده، حط فلوس جديده في الشركه. طيب دي هتفرق معايا في ايه؟ قال لي قبل ما نبص على الجديد حط ايه وعمل ايه، القدام نفسهم هيرضوا يشاركوا الراجل الجديد بالفاليوز بتاعت الاسيتس زي ما هي، ولا المفروض يعملوا ري ايفالويشن للاسيت؟ قال لي لازم يعملوا ري ايفالويشن علشان ما يجيش يشاركنا بالقيم القديمه، ما يجيش حته الارض ام 100,000 اللي شاريينها من 5 سنين يشاركنا بيها بال 100,000، لا، نشوف دلوقتي سعرها عامل كام في السوق ونعمل لها ري ايفالويشن. قال لي يبقى اول ستيب حضرتك لازم تعمل ري ايفالويشن زي اللي عملته في السيبريشن بالظبط، اندر ستيتد والاوفر ستيتد. المهم ان الاسيتس هنا اي ري ايفالويشن بيحصل له بنديه للاولد بارتنرز. لو افترضت ان اي وبي اصلا اتفقوا يدخلوا معاهم نيو بارتنر سي، يبقى انا الاولد بارتنر بتوعي اي وبي دول اللي بعمل لهم الري ايفالويشن وبديهم نتيجه الري ايفالويشن. طيب الحاجه الثانيه، قال لي لازم تعرف لي بقى الكابيتال بتاع الشركه الجديده كله كام. يعني ايه كابيتال الشركه الجديده؟ قال لي حضرتك مش الكابيتال القديم بتاع الاولد بارتنرز اتغير بالري ايفالويشن، يا اما زاد يا اما قل. اه، يبقى حضرتك زوده وقلله علشان تعرف لي الاولد كابيتال بتاع الشركه القديمه افتر ري ايفالويشن وصل كام. ماشي. اه بس خد بالك بقى ان كابيتال الشركه الجديده مش بس الاولد كابيتال افتر ري ايفالويشن، لا لا لا، ده هيبقى الاولد كابيتال بلس الانفستمنت اللي هيعمله البارتنر الجديد، لان البارتنر الجديد جه حط فلوس، فالفلوس دي كابيتال بتاعه جديد، وده زود كابيتال الشركه كله، صح ولا لا؟ اه. طب والكابيتال الجديد اللي هو بيحطه ده بنتفق معاه على ان الكابيتال ده بيتحسب ازاي؟ قال لي عاده بيبقى شير او نسبه معينه من كابيتال الشركه كله. اه، عشان كده انا عايز كابيتال الشركه الجديده. بص بقى، يبقى ستيب نمبر 2، بص مش هنمشي كده، مش هنمشي كده زي السيبريشن، لا، انزل تحت وهات لي النيو كامباني كابيتال. وده بجيبه ازاي؟ بان انا بجيب الاولد الاول A وبي واشوف الري ايفالويشن عمل لهم ايه، واجيب الاولد، انا الرقم ده اللي يهمني من التيبل ده كله، ماشي، اللي هو الاولد كابيتال افتر ري ايفالويشن، وازود له النيو انفستمنت. يبقى الاولد هزود عليه الحته النيو عشان اجيب النيو كامباني كابيتال. ماشي. بعد ما جبت النيو كامباني كابيتال قال لي نحسب بقى السي اس، والسي اس دي اهم حاجه هنا. ايه السي اس دي؟ اللي هي كالكوليتد شير. شوف لي حضرتك الشير المحسوبه وفقا للاتفاق اللي بيننا وبينه المفروض ياخد قد ايه. حسبنا الكالكوليتد شير سي مثلا ان احنا هنديله 25% من كابيتال الشركه، حسبنا الكالكوليتد شير طلع ان نصيبه 100. يا ترى بقى هل هيدفع 100 ولا اكتر ولا اقل؟ نعم، هو في اكتر واقل، ايوه، وعشان كده لازم تحسبي بقى ديفرنس. يبقى الديفرنس حضرتك بتجيبه ازاي؟ بالفرق ما بين الكالكوليتد شير اللي 100 والانفستمنت اللي هو دفعه. طب والانفستمنت اللي دفعه سي مثلا كان 120، يبقى كده اخينا دافع كام زياده؟ دافع زياده 20، والفرق طلع بوزيتيف. الفرق البوزيتيف ده بقى لاحتمال من اتنين، يا الاقيهم متفقين على ان احنا نريكورد جود ويل، يا اما ما يجيبوش سيره الجود ويل. طب نبدا الاول بريكورد الجود ويل. ال 20 اللي دافعها زياده الراجل الجديد دافع 20 زياده ليه؟ ده نصيبه في الجود ويل بتاعت الناس القدام، فهو بيدفع نصيبه، بيدفع حته زياده لاسيت اصلا مش موجود وما تعملوش ري ايفالويشن. انت هنا عملت ري ايفالويشن للاسيتس اللي موجوده، طب والاسيت اللي مش موجود اللي هو الجود ويل؟ قال لي يلا نعمل له هو كمان نريكورد الجود ويل، وساعتها الجود ويل طالما بوزيتيف، طالما الديفرنس طلع بالبوزيتيف، بنقول عليها الجود ويل دي بتاعت القدام. طب وانا اجيبها ازاي بتاعت القدام؟ قال لي مش هي الديفرنس، خلي بالك، ده الديفرنس ال 20 ده نصيبه هو، نصيب الراجل الجديد فيها،
عشان تعرف تجيبها كلها اضرب في الانفيرتد ريشيو. انهي ريشيو؟ بتاعت البارتنر الجديد. يبقى ركز ركز، لما احب اجيب الاولد جود ويل بجيبها بان انا اخد الديفرنس واضربه في النيو بارتنر انفيرتد ريشيو. باخد الانفيرتد ريشيو بتاعت النيو بارتنر الشريك الجديد، ماشي، واروح عامل بقى ريكوردنج للجود ويل واديها الاي وبي للناس القدام. جميل. امال لو قالوا لي ما تريكوردش الجود ويل، اللي ساعتها بنعتبر الديفرنس ال 20 ده بنعتبره بونس. بونس لمين بقى؟ ها، بونس للاولد بارتنرز. احنا بنكافئ الاولد بارتنرز عن مجهوداتهم في الشركه، وطالما بونس للاولد بارتنرز ده هيأثر معايا في الانتري، في الادميشن انتري، ان الراجل لما يجي يدفع الانفستمنت مثلا، هو دافع الانفستمنت ب 120، هنخلي الكاش ديبت ب 120، بس هندي له منها 100 اللي هي الكالكوليتد شير، وال 20 الثانيه نصيب A و B، نزود بيهم الكابيتال بتاع A والكابيتال بتاع B على اعتبار ان دي بونس زودت الكابيتال بتاعهم. سي لو كانوا بياخدوا البروفيت اند لوس ايكوالي، يبقى ده ياخد له منها 10 وده كمان ياخد له منها 10. يبقى تاني لما طلع الفرق بوزيتيف هبدأ اشوف يا ترى البوزيتيف ده اتفقوا على ريكوردنج للجود ويل ولا لأ. لو ريكوردنج للجود ويل اجيب الجود ويل اللي بعتبرها جود ويل للقدام، وعشان اجيبها للقدام كاملة هاخد الديفرنس واضربها في النيو بارتنر انفيرتد ريشيو، وبعدين اخد الجود ويل واعمل لها ريكوردنج واديها للقدام. لكن لو قالوا لي لا ما تسجلش جود ويل، يبقى ما فيش اي حاجة هتتعمل، ده انا هعتبر الفرق بونص وده يأثر معايا في الانتري. ده الكلام ده كله لما كانت طالعة ايه؟ بوزيتيف. طب لما تطلع نيجاتيف بقى يا جميل، يعني ايه نيجاتيف؟ يعني مثلا اخينا هنديله شير 100 وبنقول له ادفع 80 بس. ايه ده بقى؟ ايه اللي يخلينا نعمل معاه كده؟ ان الراجل ده ليه سمعه كويسه واسمه هيزود في الشركه، فاحنا بنقول له هات ال 80 اللي معاك وهنديك في الشركه الجديده 100 يا سيدي، شير ب 100. الله، يبقى ساعتها الفرق طلع نيجاتيف 20. لما يطلع بالنيجاتيف برضه ليها احتمال من اتنين، يا يقول لي ريكورد جود ويل، يا ما يقول لي ولا يجيب سيره الجود ويل. طيب لو ان ريكورد بقى الجود ويل، قال لي استنى المره دي الجود ويل مش بتاعت القدام، ده الجود ويل دي بتاعت الجديده بيه، ده احنا اللي عمالين نتحايل عليه ونقول له تعالى تعالى. طب الجديد ده ال 20 الجود ويل دي، هل دي هي الجود ويل بتاعت الجديد؟ لا، ده نصيبنا احنا القدام فيها. والقدام نصيبهم كام؟ لما الجديد احنا مديين له 25%، يبقى القدام نصيبهم 75%. كومبلمنتري بتاعها صح. يبقى علشان اجيب النيو جودويل، بص بقى نيو جودويل هاخد الديفرنس واضربه في الاولد بارتنر انفيرتد ريشيو برضو. والله بس النيو مع الاولد والاولد مع النيو، حلوة، النيو مع الاولد والاولد مع النيو والاتنين انفيرتد، يعني الاتنين بالعكس. طب وبعد ما جبت الجود ويل قال لي يلا حلال على سي، نديها لسي كلها. ده الكلام ده لو كان بارتنر سي الديفرنس بتاعه نيجاتيف واتفقوا على ريكوردنج للجود ويل. طب لو ما اتفقوش على ريكوردنج للجود ويل ساعتها ايه اللي هيحصل؟ قال لي ولا اي حاجه حضرتك. ساعتها كل اللي هيحصل ان الكاش هيبقى ديبت ب 80 والسي كابيتال هندي له شير ب 100. الله، ده كده في فرق كام؟ 20 في الديبت. عارف ال 20 الديبت دي هتبقى مين ومين؟ هتبقى A وبي. الكابيتال بتاعهم بخصم من الكابيتال بتاعهم، بقول لهم دي بونص، انتوا بتدوا بونص للجديد، بونص فور نيو بارتنر، بونص للجديد. واضح ان هم كيسز كتيره. والكيسز الكتيره دي ممكن قوي ما يجيلكش اسئله على الانتريز والمساله كامله، ممكن اسالك على الديفرنس بس زي ما عملنا في السبريشن. يا ترى ساعتها تعرف تجيب الديفرنس؟ ان شاء الله اعرف اجيبه في 3 ستيبس بالعدد. ايه هم؟ اول حاجه ان انا اجيب النيو كامبانيز كابيتال، والنيو كامبانيز كابيتال ده بان انا باخد الاولد كابيتال بعد ما اعمل له ري ايفالويشن، الاولد بتاع A وB، بشوف A وB كابيتال بتاعهم كام وكام، اجمعهم على بعض وازوده او انقصه بالري ايفالويشن بتاعت الاسيتس اللي موجوده. وماله، وما تنساش ده انت كل ده الاولد، تجمع عليه بقى النيو انفستمنت، يبقى انت كده جبت الكابيتال بتاع الشركه الجديده. طب وانت بتجيب كابيتال الشركه الجديده ليه؟ علشان حضرتك تحسب لي منه السي اس. ايه بقى السي اس ده؟ ايوه، الكالكوليتد شير، بان انا باخد النيو كامباني كابيتال واضربه في النيو بارتنر ريشيو، شوف هندي له منه كام في الميه، 25%، هندي له التلت، وات ايفر بقى، شوف هم متفقين على ايه. وبعد ما تجيب السي اس تقارنه وتبدا تجيب لي الديفرنس بتوين الانفستمنت اللي هو دفعه والسي اس
اللي احنا لسه حاسبينها. وهنا هتلاقي اربع احتمالات، يا يطلع بوزيتيف واقول لك ويذ ريكورد جود ويل، يبقى تاخد الجود ويل للاولد بارتنرز بانك تاخد الديفرنس اللي انت جبته وتضربه في النيو بارتنر انفيرتد ريشيو، يا اما يطلع بوزيتيف بس وذاوت، بص هنا كانت ويذ، هنا ايه وذاوت ريكورد جود ويل. لو without ريكورد جود ويل يبقى بنعتبر الفرق بونص لمين يا شباب؟ للاولد بارتنرز، احنا بنكافئ الناس القديمه. اما لو طلع نيجاتيف، النيجاتيف ده في صالح الجديد، يبقى النيجاتيف ده احنا بنوفر له، بنوفر له، افتكرها كده، النيجاتيف معناها بنوفر للجديد، يبقى دي جود ويل للجديد، وعشان اجيب الجود ويل كلها هاخد الديفرنس واضرب في الاولد بارتنر انفيرتد ريشيو، يا اما النيجاتيف ده ويقول لك ويزاوت ريكوردنج الجود ويل يبقى بونص برضه للجديد، وده هيأثر معايا في الانتري. طب تعالى نشوف لو حبيت اسالك فيها از كالكوليشن بس اهو. يلا الفور كيسز دول بيقول لي A and B have capital balance 100 و200، يبقى انا عندي تو بارتنرز A و B والاثنين كانوا عندهم واحد ب 100 والثاني ب 200، جميل. راح قال لي they share profit and loss equally، مصلحه بيوزعوا ما بينهم equally. They agreed to admit partner C to the partnership وبارتنر C invests cash of 100 for 25% share in the capital of the new company. قوي قوي، يبقى الراجل C ده استثمر عندنا في الشركه كاش بمية، والمية اللي استثمرها دي كان مقابل انه ياخد 25%. مبدئيا انفستس دي عرفتني ان هو حط فلوس في الشركة، ماشي، وهياخد 25% من النيو كامباني كابيتال ومن البروفيت واللوس كمان، خلي بالك. وراح قال لي the land of the old partnership is overvalued of by 20، استنى، اللاند كانت اوفر فاليود ب 20 يعني اعلى من قيمتها ب 20، يبقى انا المفروض اعمل ايه في اللاند؟ اقللها. ولما اقلل اللاند دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه منيله ب 60 نيله، يعني خساره. يعني دي تعمل ايه في الكابيتال بتاع البارتنرز؟ هيقلله. بيقول لي and the partners agreed to record goodwill if any، قال لك بس وهنريكورد اي goodwill لو موجوده. ايه بقى بيقول لي؟ according to this agreement there will be goodwill ولا bonus بس؟ يعني انا بسألك على ايه؟ على الديفرنس يا فندم. يبقى حلك هنا 3 steps 3 lines 3 سطور حضرتك اهو. هقول له case number 1، نبدأ السطر الاولاني بان انا لازم اجيب النيو كامبانيز كابيتال. طب والنيو كامبانيز كابيتال ده بجيبه ازاي؟ بان انا اخد الاولد كابيتال بتاع A و B. لو تطلع معايا كده A و B اهم كانوا 100 و200، يعني 300، ادي ال 300. ال 300 دول المفروض هيزيدوا ولا يقلوا بالري ايفالويشن؟ اطلع شوف لي كده اللاند كان حصل لها ايه. قال لك اللاند كانت اوفر فاليود، اوفر فاليود ب 20، وعشان هي اوفر فاليود انا المفروض اعمل فيها ايه؟ اقللها. واقللها دي بخساره عليهم، يعني هقلل الكابيتال برضه، رحت جاي مقلل 20. يبقى ده كده الاولد كابيتال بعد الري ايفالويشن، صح؟ بس ما تنساش تزود لي عليهم الانفستمنت عشان تعرف لي النيو كامباني كابيتال كله كام. الانفستمنت بتاعه الجديد كانت عامله 100، يبقى هزود على الكلام ده ال 100 اللي اخينا الجديد دفعها، وال 100 اللي دفعها دي لما ازودها على ال 280، ما دي 300 ناقص 20 280، يطلع لي النتيجه كام؟ 380. حلو قوي. طب النيو كامبانيز كابيتال ده انا جايبه ليه؟ عشان اجيب السي اس. ايه بقى السي اس ده؟ اللي هو الكالكوليتد شير. والكالكوليتد شير اجيبها ازاي؟ بال 380 اللي انا لسه جايبها، واشوف اخينا ده احنا متفقين معايا ياخد كام في المية منهم. الله اللي يركز، اطلع كده اهو، قال لك ان هو هيحط 100 مقابل ياخد كام في المية من الشركة؟ 25%. يبقى هضرب ال 380 في 25%. حلو قوي الكلام ده. لو حسبنا الحسبة دي هتطلع 95. اقول له بس انا كده جاهز اجيب الديفرنس. يلا الديفرنس بتاعي هيطلع كام؟ قال لي والله الديفرنس بتوين ايه وايه الاول، لا تكون نسيت، بتوين الانفستمنت اللي هو حطها، النيو بارتنر حطها ب 100 ماينس الكالكوليتد شير ال 95 اللي انا لسه حاسبها، طلع الفرق بوزيتيف 5. البوزيتيف دي معناها ان دي جود ويل لمين يا شباب؟ للقديم ولا للجديد؟ انا قلت لك الحلو للجديد اللي بالنيجاتيف بنوفر له، لكن البوزيتيف دي للقديم، دي للقدام.
اه وطالما للقدام اطلع شوف لي كده، اتفقوا على جودويل؟ اه اتفقوا على الجودويل، يبقى لازم اجيب الجودويل بتاعت القدام. طب واجيب جودويل القدام ازاي؟ قال لي الاولد جودويل، ايوه الاولد جودويل، انا هاخد الديفرنس اللي انا لسه جايبه ابو خمسة ده واضربه في الانفرتد ريشيو بتاعت النيو ولا بتاعت الاولد؟ انت كاتب اولد جود ويل، ها يبقى بتاعت النيو، والنيو بارتنر كانت الريشيو بتاعته 25%، يبقى هضرب في 100 على 25، لو حضرتك حسبتها معايا هتطلع عامله 20، يبقى انا كده هريكورد جود ويل عامله 20. دور لي كده على جود ويل عامله 20، اهو بقول لك there will be جود ويل فور ذا نيو بارتنر ب 6 7 مش لا 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 للاولد يا بيه، there will be goodwill for the old partner. ايوه هي دي، هي يبقى الاجابه الصح بيه. نفس الكلام بقى بس هبدا اغير لك فيها شويه ارقام، يلا تعالى نشوف. بيقول لي برضو A و B have capital balance 100 و200، they share profit and loss equally, they agreed to admit partner C to the partnership, partner C invests، يبقى ده investment برضو cash ب 100 وهياخد مقابلها 25%. حلو. In the capital of the new company and profit and loss share، يعني هياخد 25% من الكابيتال ومن الأرباح كمان. ماشي. They agreed to re-evaluate building which was undervalued 75، البيلدينج كان اقل من قيمته ب 75، and the partners agreed to record goodwill، وكمان لو في goodwill اعمل لها ريكورد. قوي قوي. يبقى كيس نمبر 2 هنبدا برضو بان انا اجيب النيو كامبانيز كابيتال، والنيو كامبانيز كابيتال بان انا اخد الاولد كابيتال بتاع A و B، وA و B كان A ب 100 وB ب 200، يعني التوتال بتاعهم 300، ال 300 دول لما اعمل لهم ري ايفالويشن بالبيلدينج، شوف لي البيلدينج كده، والبيلدينج كان اندر فاليود اقل من قيمته ب 75، يبقى انا محتاج اعمل ايه في البيلدينج؟ ازوده، وازوده ده مكسب حاجه حلوه، يبقى هزود ال 300 دي بال 75، اقول له ده كده الاولد افتر ري ايفالويشن. ما تنساش تجمع لي عليه الانفستمنت اللي عملها اخينا الجديد اللي كانت عامله 100، اهو كان قايل لك انه هيدفع 100، يبقى كده النتيجه بتاعتي عامله 475. طب ال 475 دول بقى هنجيب منهم السي اس ازاي؟ كالكوليتد شير، بان انا هاخد ال 475 واضربها في 25%، ايه 25%؟ اللي هي الشير بتاعت الجديد. ماشي. لما ضربتها في ال 25% طلعت 118، 118 و75 من 100، 118 و3 ارباع، دي الكالكوليتد شير. طيب اللي المفروض هقارنها بايه بقى؟ بالانفستمنت، والانفستمنت اللي هو قدمها عامله كام؟ عامله 100، يبقى الديفرنس، ها هبدا بالانفستمنت، ها يبقى الديفرنس بتاعي ستيب نمبر 3، هقول له والله الديفرنس ايكوال ال 100 الانفستمنت اللي احنا عاملينها ماينس السي اس ال 118 و75 من 100، لو حضرتك تحسبها معايا هتطلع نيجاتيف 1875. حلوه قوي. نيجاتيف دي يبقى انت بتوفر لمين؟ بتوفر للجديد، نيجاتيف مصلحه للجديد. طب وطالما مصلحه للجديد شوف لي بس كده، دي كانوا متفقين على جود ويل ولا لا؟ اه كانوا متفقين، يبقى دي جود ويل للجديد. طب اجيبها ازاي الجود ويل للجديد؟ اقول له سهله، النيو جود ويل، ايوه نيو جود ويل ايكوال الفرق اللي انا لسه جايبه ابو 18 75، يا رب تقولوها صح، يا رب تقولوها صح، 18 75 من 100 هضربها في الانفرتد ريشيو بتاعت النيو ولا الاولد؟ انا بادئ كلامي هنا بايه؟ بنيو، يبقى بتاعت الاولد. طب وبتاعت الاولد اجيبها منين يا دكتور؟ ما طالما النيو واخد 25%، طالما النيو هياخد 25% يبقى الاولد نصيبهم 75%، يبقى هضرب في كام على كام؟ في 100 على 75. الله يفتح عليكم. كده لو حسبناها هيطلع الفرق 25، اقول له دي اللي المفروض تبقى جود ويل ونسجلها از جود ويل للراجل الجديد. يبقى دور لي كده على جود ويل 25 للنيو بارتنر، هتلاقيها اول واحده، بقول لك there will be جود ويل فور ذا نيو بارتنر ب 25، هي دي. طيب كيس نمبر 3، تعال نشوف نمبر 3 ايه اللي حصل. بيقول لي يا سيدي A و B have capital balance، اهو A و B have capital balance 200 و300. ماشي، غيرنا الارقام، ايه المشكلة يعني؟
يعني القدام عاملين 500 على بعض. They share profit and loss equally. They agreed to admit partner C to the partnership. Partner C invests cash ب 200، ده الانفستمنت اللي عمله، مقابل 25%. حلو. Sharing the capital of the new company and the profit and loss share. According to this agreement. ايه ده بدور على ري ايفالويشن، مفيش. قلت له خلاص يا عم، مصلحه وفرنا عليك. يبقى لما حضرتك تحب تجيب النيو كامبانيز كابيتال، هتروح جاي حضرتك ماسك الكابيتال بتاع الناس القدام اللي كان 200 و300 عامل 500. ال 500 دول المفروض ازودهم او انقصهم بالري ايفالويشن اللي مش موجوده، زيرو. خلاص زيرو. حلو. وما تنساش تجمع لي عليها الانفستمنت اللي الراجل عملها اللي كانت عامله 200، يعني هيطلع كام؟ 700. طب وبعد ما جبت النيو كامبانيز كابيتال اجيب كالكوليتد شير السي اس، بان انا اخد ال 700 ديت واضربها في نسبته اللي هيشاركنا بيها اللي كانت عامله 25%. لما ضربت ال 700 في 25% طلعت لي 175. حلو قوي كده، حضرتك جاهز تجيب الديفرنس. طب الديفرنس ده لما جيت اجيبه، قلت له والله انا عندي الراجل مقدم انفستمنت ب 200، اهو اهو، لا تكون نسيت، ادي الانفستمنت اهي اهي، كانت ب 200 اهي. ال 200 دي احنا هندي له قصادها 175 بس. الله، يعني كده في فرق بوزيتيف 25. البوزيتيف 25، اطلع شوف لي كده، اتفقوا جابوا سيره جود ويل، اقرا كده المساله، مفيش كلمه جود ويل خالص، بس يبقى دي بونص. فاضل اعرف بس بونص لمين، للجديد ولا القديم؟ للقديمه بيه، احنا قلنا الجديد بالنيجاتيف، النيجاتيف هو اللي يوفر له، يبقى ده اكيد للقديم، يبقى في بونس للقدام ب 25. دور لي كده على بونس. There will be bonus for the new. لا، for the old. ب 25 هي دي، يبقى دي هي اللي هختارها. جميله جميله، شايف؟ ادي مسائل اهي على الادميشن، واديني سالتك في اهم حته، بشاور لك كده، اللي هو قول لي بس هنا ايه اللي هيحصل. اهو سالتك في اهم حته في الادميشن. طب يلا نمبر 4، الكيس الرابعه. بيقول لي برضو A و B have capital balance 70 و60، يبقى الاثنين على بعض عامل 130، ماشي، ده الاولد، ماشي. They share profit and loss 7 to 3. They agreed to admit partner C. Partner C invest cash ب 50 وهياخد قصادها التلت، الشير بتاعته التلت. In the capital of the new company and profit and loss according to this agreement. بس كده، ولا في ري ايفالويشن ولا في جود ويل؟ مفيش اي حاجه. يبقى يلا ستيب نمبر 1، عشان اجيب النيو كامبانيز كابيتال هاخد الاولد اللي كان ب 130 وما اتعملوش ري ايفالويشن، بلس الانفستمنت اللي اخينا حطاه اللي كانت عامله 50 اهو. ما المفروض بقى نبقى اسرع، يبقى ال 130 بتاع القدام معايا 50، ال 130 خدتها زي ما هي لان ما فيش ري ايفالويشن، طلعت توتال 180. طب بعد ما جبت ال 180 دي هقول له يلا السي اس الكالكوليتد شير هتبقى ال 180، اخينا هياخد ثلثها، يبقى هضرب في الثلث هيطلع 60. طيب بعد ما جبت ال 60 انا كده جاهز اجيب الديفرنس. الديفرنس بتوين ايه وايه؟ بتوين الانفستمنت اللي هو عملها ال 50 اهو، 50 ماينس ال 60 الكالكوليتد شير هيطلع نيجاتيف 10. انطقوا بقى، انطقوا بقى، نيجاتيف 10 دي ايه؟ قول. ها، بونص لمين؟ بونص للجديد، بونس للجديد. يبقى انا هدور في التشويسز بتاعتي على بونس فور نيو بارتنر، لقيتها فعلا بالعشرة موجودة في سي. تمام، ادي يا سيدي لما احب اسالك في التشويسز بتاعت الحتة بتاعت الديفرنس تحديدا. طيب زي الفل، تعالى بقى نشوف لو حبينا نجيب بقى مسألة كاملة. بقول لك A and B have capital balances of 100 و200. They share profit and loss equally. وthey agreed to admit partner C to the partnership. Partner C invest 100 مقابل 25% in capital of the new company and profit and loss share. The land of the old partnership is overvalued ب 20. أعلى من قيمتها، يبقى أنا المفروض أقللها. جميل. اللاند اوفر فاليود ب 20، ماشي. اند ذا بارتنرز اجريد تو ريكورد جود ويل اف اني، وكمان هنسجل الجود ويل. طالما في كذا تشويس، بعد اذنك ما تقراش، حل كامل الاول وبعدين اقرا. يلا، اللاند اللي هي اوفر فاليود وحضرتك قررت انك تقللها،
هقلل اللاند بان انا اخليها هي كريدت، ماشي، يبقى اللاند كريدت بال 20. طب ومين الديبت؟ ما اللاند ديت تخص الناس القدام، يبقى عندك ايه وعندك بي كابيتال اللي كانوا بيوزعوا ما بينهم ايكوالي، يبقى ال 20 دي هدي ايه منها 10 وهدي بي منها 10. طب جميل، بعد كده تعالى بقى عشان نجيب النيو كابيتال. قلت له والله انا عندي لغايه دلوقتي تو بارتنرز ايه وعندي بي وعندي هنا توتال، عشان بس نعرف الشركه على بعض كده بقى شكلها عامل ازاي. والله ايه وبي كانوا 100 200، يبقى الكابيتال بتاعهم اصلا كان 100 وكان هنا 200، التوتال كان عامل 300. طيب لما عملنا ري ايفالويشن، الري ايفالويشن دوت زود ولا قلل الكابيتال بتاعهم؟ لا قلله، قللت ايه ب 10 وقللت بي كمان ب 10، يبقى كده قللت التوتال ب 20 بتوع اللاند كلها. يبقى الكابيتال بتاع ايه وصل 90 والكابيتال بتاع بي وصل 190 والتوتال بتاعي وصل 280. قال له هو انا اصلا كنت بعمل التيبل ده ليه؟ علشان اجيب النيو كامبانيز كابيتال. يلا النيو كامبانيز كابيتال اللي هيبقى عباره عن الاولد كابيتال افتر ري ايفالويشن، ال 280 الرقم الاخير ده اللي انا انتهيت بيه في الجدول، ايوه، بلس الانفستمنت اللي قدمها البارتنر الجديد. والانفستمنت بتاع البارتنر الجديد كان دافع كام يا شباب في الشركه؟ 100. يبقى هقول له ال 280 دي هزود عليها ال 100، لما جمعتهم طلع التوتال 380. ال 380 دول بقى انا هجيب منها الكالكوليتد شير السي اس، بان انا اخد ال 380 واشوف اخينا الجديد هياخد كام في المية منها. كان قايل لك ان المية اللي دفعها دي عشان ياخد قصادها كام في المية؟ 25%. يبقى هضرب ال 380 في 25%، ايوه، هيطلع النتيجة 95. حلو قوي. بعد ما جبت 95 انت كده جاهز تجيب الديفرنس بتوين ايه وايه بقى؟ الانفستمنت اللي عملها ال 100 ماينس الكالكوليتد شير اللي احنا لسه جايبينها وكانت 95، ده تقريبا نفس الحسبه بتاعت الكيسز اللي فاتت، بس بوريها لك بقى جوه مساله كبيره. هيطلع الفرق ما بينهم بالبوزيتيف 5، وطالما بالبوزيتيف يبقى ده يا شباب نقول عليه ايه؟ قال لي حسب، هم اتفقوا على جود ويل ولا لا؟ تعال نشوف كده. قال لك اتفقوا على كلمة جود ويل موجودة، خلاص يبقى دي جود ويل لمين؟ البوزيتيف للقديم، نيجاتيف هي اللي بتوفر على الجديد، يبقى البوزيتيف دي للقدام. طب وعشان اجيب بقى الجود ويل بتاعت القدام كلها عايز اجيب الاولد جود ويل، يبقى هاخد الخمسه الديفرنس واضربها في الانفرتد ريشيو بتاعت الاولد بارتنرز ولا بتاعت النيو؟ بتاعت النيو اللي كان واخد 25%، يبقى هضرب في 100 على 25. لو حسبت الحسبه دي حضرتك هتطلع معايا 20، واروح جاي واخد ال 20 دي وريكورد جود ويل، هقول له يبقى عندي جود ويل ديبت بال 20 والكريدت بتاعي اي وبي كابيتال اللي كانوا بيوزعوا ايكوالي، يعني ايه ياخد له منها 10 وبي ياخد له منها 10. بكده حضرتك ما فاضلش غير ان انت تعمل الادميشن انتري، وده اسهل ما يكون، ان الراجل حط انفستمنت ب 100 زي الفورميشن، واحد دافع 100 كاش، يبقى الكاش ديبت ب 100 والسي كابيتال كريدت بال 100. امال ايه التيبل اللي تحت ده؟ ما في جمله كده عدت عليك انت ما خدتش بالك منها، هتلاقيها في التشويسز دلوقتي لما نقراها، ان الراجل خد 25% شير ان ذا كابيتال اوف ذا نيو كامباني اند بروفيت اند لوس شير. يعني ايه دي بقى؟ يعني مش بياخد 25% من الكابيتال بس، لا ده من الكابيتال ومن اي بروفيت او لوس. الله، يعني كده سي سي لوحده هياخد 25%؟ طب معلش، هو ايه وبي كانوا بياخدوا ايه قبل ما سي يخش؟ والله كانوا ماشيينها ايكوالي، يعني ايه كان واخد 50% وبي كان واخد 50% وسي كان لسه مش موجود، تمام. لما سي دخل بقى ايه اللي حصل؟ والله سي راح جاي شافط منهم 25%، ولما هو يشفط لنفسه 25% يسيب لهم كام يا شباب؟ يسيب لهم 75%، صح؟ ال 75% دي قد ايه بقى هياخد منها بي وقد ايه هياخد منها ايه؟ قال لي النص والنص. يبقى عشان اعرف الشير بتاعت ايه وبتاعت بي هاخد ال 75% عند ايه واضربها في 50%، هعرف الشير بتاعته اللي هتبقى 37.5%، وعندي بي برضو ال 75% اضربها في النص هتطلع 37.5%. ده ليه؟ ده انا كده بجيب لك البروفيت اند لوس ريشيو افتر ادميشن، اللي هو بعد الادميشن. تعالى نعرف بقى كل واحد هياخد كام في المية
من البارتنرز. بعد ما خلصت الحل ابدأ بقى اقرا التشويسز، هتلاقي الموضوع اتحل بمنتهى البساطه. بقول لك the amount of goodwill should be recorded كام؟ 20. كنا حلنا وجبناه ب 20 صح. a capital balance after re-evaluation of assets and recording goodwill should be الله لو جبتوها دي بتفهم والله، ان دي عايزه حد بيفهم والله. a capital balance after re-evaluation 90 اهو، ركز كده والله. ايه كابيتال بالانس افتر ري ايفالويشن 90؟ بس استنى، ايه كابيتال بالانس بعد كده؟ رحنا جايين مسجلين الجود ويل اللي طلع له فيها بكام؟ ب10. طلع له فيها بكام؟ ب10. يبقى ال 90 زادت ب10 كمان من الجود ويل، يبقى الكابيتال بالانس بتاعه وصل 100. ايه ده؟ والله حلوه حلوه جديده، لان كله هيجري على طول على التيبل، هيقول لك انا التيبل بتاعي واشوف الاي كابيتال بالانس وصل كام. لا يا بيه، اقرا كويس. بقول لك اي كابيتال بالانس افتر ري ايفالويشن، بعد الري ايفالويشن اوف اسيتس اند ريكوردنج الجود ويل، وبعد ما ريكوردنج للجود ويل يبقى بعد الري ايفالويشن اهو 90، وبعد الجود ويل خد له 10 كمان، يبقى وصل كام؟ 100. طب ذا ابروبريت انتري تو ريكورد ذا ادميشن، طبعا مش ريتايرمنت، ذا ادميشن اوف بارتنر سي، هيبقى عباره عن ايه؟ طبعا الكاش ديبت والكابيتال كريدت بالمية. اخر حاجه بقول لك بي اهو بقى، بص، بي بروفيت اند لوس ريشيو افتر ادميشن ويل بي 37.5 اللي احنا حسبناها مع بعض من شويه، اهي اللي جبناها في التيبل تحت. يبقى كيس حلوه، وادي دي مساله كده بتوريك كل الستبس بتاعه الادميشن لما تتعامل مع بعض. طب تعالى نشوف المساله دي كمان، يلا برضو نحلها مع بعض. بيقول لي ايه يا جماعه؟ بيقول لي A و B have capital balances of 100 and 200، ماشي. وبعدين قال لك they share profit and loss equally، احلى حاجه الايكوالي دي بتسهل عليا في الحسبه، وماله. وبعدين قال لي يا سيدي they agreed to admit partner C to the partnership، وبارتنر C invests 100 مقابل 25% من الكابيتال والبروفيت واللوس، ماشي. they agreed to re-evaluate building which was undervalued ب 75 and the partners agreed to record the goodwill. استنى بقى، يبقى هنعمل re-evaluate للبيلدينج اللي كان undervalued ب 75، وعشان هو undervalued هزوده. رحت رايح مزود البيلدينج على طول بال 75 70، ودول من نصيب البارتنرز القدام A وبي. طب A وبي القدام لما زود لهم ال 75 وكانوا بيوزعوا ايكوالي، يبقى ده ياخد له النص وده ياخد له النص، 37.5 و37.5. قلت له حلو قوي، يبقى كده ايه الكابيتال بتاعه اللي كان بادئ ب 100 حضرتك زودته لي ب 37.5، يعني وصل 137.5. حلو. وبي اللي كان الكابيتال بتاعه 200 حضرتك زودته لي ب 37.5، يعني وصل 237.5. حلو قوي. طب التوتال اللي كان 300 وزودت عليه البيلدنج اللي عامل 75، يبقى توتال الشركه القديم عامل 375. بس التوتال القديم ده زودنا عليه انفستمنت من البارتنر الجديد اللي جه وحط بايده كام يا شباب؟ والله البارتنر الجديد جه وعمل انفستمنت ب 100، اهي ال 100 دي، يبقى هزود على ال 375 ال 100 اللي اخينا الجديد ده حطها، يبقى كده النيو كمباني كابيتال عامله 475، اللي اخينا ده المفروض هياخد منها كام في المية؟ 25%. يبقى ال 475 هضربها في 25%، هيطلع لي الكالكوليتد شير بتاعته هتبقى عامله كام؟ هتبقى عامله 118.75%. حلو قوي. قال لي ال 118.75% دي تعالى بقى نقارنها بالانفستمنت بتاعتنا. طب الانفستمنت بتاعت الجديد كان مقدم 100 بس، هياخد قصادها 118.75%. يعني كده الفرق ما بينهم طلع نيجاتيف 18.75%. اقول للجديد، اقول له ابسط يا عم، طالما نيجاتيف دي حاجه في مصلحتك، بنوفر لك اهو. طب بنوفر لك، شوف لي بقى اتفقنا على ريكوردنج للجودويل ولا لا؟ جبنا سيره جودويل، اهي الجودويل اهي.
يبقى دي جود ويل للقدام ولا للجديد؟ للجديد. وطالما حضرتك عايز تعرف النيو جود ويل بتاعت الجديد، هتاخد ال 18 75 من 100 وتروح جاي ضاربها في الانفرتد ريشيو بتاعت الجديد ولا القديم؟ القديم. طب ولما الجديد واخد 25%، اهي الجديد واخد 25%، يبقى القدام 75، يبقى هضرب في 100 على 75. لو ضربنا هيطلع الجود ويل عامله 25، وريكورد الجود ويل كلها هنا، واقول له ادي جود ويل ب 25 ديبت، والكريدت بتاعي هيبقى سي كابيتال كريدت بال 25، لان دي كلها من نصيب البارتنر الجديد. طب ولو حبيت اعمل الادميشن انتري، اهو سهل جدا زي المره اللي فاتت. هو دافع 100، رحت جاي مسجل ال 100 على طول كاش ديبت والكابيتال كريدت، وعملت الريشيو زي ما عملنا المره اللي فاتت. وطبعا الاسئله هتلاقيها زي المره اللي فاتت بالظبط. بقول لك اول حاجه الجود ويل اللي المفروض تتسجل كام، هتقول لي طبعا 25. طب البي كابيتال بالانس افتر ري ايفالويشن اوف اسيتس اند ريكوردنج الجود ويل، خلاص بقى دي بقت معروفه. هقول له البي كابيتال كان اصلا 237.5، وبعد ما عملنا ريكوردنج للجود ويل ما طلعش منها بحاجه، ما طلعش منها بحاجه، لان الجود ويل هنا كانت كلها من نصيب مين؟ من نصيب سي، صح. يبقى ال 237.5 دور عليها هتلاقيها في بي. بقول لك ذا ابروبريت انتري تو ريكورد الادميشن اللي هي هتبقى طبعا كاش ديبت والسي كابيتال كريدت. قول لي بقى الاي بروفيت اند لوس ريشيو افتر ادميشن اللي هي هتطلع 37.5% اللي حسبناها زي المره اللي فاتت. طب الكيس اللي جايه تعالوا نشوف ايه الجديد هنا. يلا الكيس اللي جايه بقى دي اكيد 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 قبل ما اقرا كده اكيد دي بتاعت بونص، لان لغايه دلوقتي احنا ما جبناش سيره البونص. طب تعال نجرب يلا. بيقول لك A and B have capital balance 200 و300، they share profit and loss equally, they agreed to admit partner C to the partnership, وبارتنر C invests cash ب 200 مقابل انه هياخد 25% sharing the capital of the new company and profit and loss. فين يا عم الري ايفالويشن؟ مفيش. مصلحه، مصلحه الحمد لله. يعني كده الكابيتال بتاعهم اللي كان 200 وكان 300 هيفضل زي ما هو، والتوتال طبعا 500. ده مفيش ري ايفالويشن المره دي يا حبيبي، يعني فضل زي ما هو افتر ري ايفالويشن. ما هو مفيش ري ايفالويشن. حلو قوي. يعني كده النيو كامبانيز كابيتال هيبقى ال 500 القدام اللي من غير اي ري ايفالويشن، ادي 500 بلس الانفستمنت اللي مقدمها البارتنر الجديد، اللي لو ترجع معايا تشوف كده كان عامل انفستمنت ب 200، يبقى بلس ال 200 هيطلع 700. ال 700 دول بقى اخينا ده هياخد منهم 25%، يبقى هضرب ال 700 في 25% هيطلع 175. ده نفس الارقام يا دكتور بتاعت الكيس الصغيره. ايوه. طب ال 175 دي بقى يلا عايزين نقارنها بالانفستمنت اللي هو حطها. هو عامل انفستمنت بكام قلنا؟ قلنا ب 200 يا عم، اهو ما تخوناش. ال 200 دي بقى لما نقارنها بال 175 هيبقى 200 ماينس 175 طلع الفرق بوزيتيف 25، وطالما بالبوزيتيف مين يفرح هنا؟ القدام بيديهم حته زياده. يبقى ال 25 دي هنديها للناس القدام. طب نديها لهم ازاي؟ قال لي سهله حضرتك في الانتري بقى تيجي جاي كاتب الكاش ديبت بال 200، وعندك بقى الكريدت مبدئيا سي كابيتال اخينا الجديد اهو، هنديله الكالكوليتد شير اللي اتفقنا عليها اللي كانت عامله 175. الله، طب ما كده الانتري بايظ. لا، ما هو ال 25 الفرق هنوزعها ما بين ايه وبي. يلا A وB نزود الكابيتال بتاعهم. طب A كابيتال هزوده بكام وB كابيتال هزوده بكام؟ شوف لي هم كانوا بيوزعوا البروفيت اند لوس ريشيو بتوين ذيم بكام؟ ايكوالي. يبقى 25 هوزعها ما بينهم ايكوالي، يبقى A ياخد له 12.5 وB ياخد له 12.5. طب وبعد كده لو حبيت اجيب بقى البروفيت اند لوس ريشيو زي بالظبط الكيس اللي فاتت واللي قبلها، نقرا كده التشويسز هتلاقيها كلها اتحلت. بقول لك ذا اماونت اوف جود ويل شود بي ريكوردد كام؟ مفيش. اول انسرز ار انكوريكت. طبعا ليه؟ لان انت اصلا ما جبتش سيره جود ويل، واحنا قلنا الكيس دي بتاعت بونص، دي بونص للناس القدام، يبقى ايه جود ويل اللي انت بتقول لي عليها دي؟ حلو برضه، حلو. ركز كده في التشويسز وافهم انت بتقرا ايه وبتحل ازاي. طيب بي كابيتال بالانس افتر ري ايفالويشن اوف اسيتس اند ريكوردنج جود ويل. يا عم ما فيش جود ويل. ماشي معلش طوعني. يلا افتر ري ايفالويشن كان 300 يا عم.
والله 300 وما تأثرتش بحاجة اهي، يلا ال 300. طيب ده ابروبريت انتري تو ريكورد ادميشن اوف بارتنر سي، هيبقى اول واحد. لا اول واحد ايه يا حبيبي، استنى، ده لما كان في جود ويل. المرة دي لا، ده كان في بونص، والبونص حضرتك اديتها الاي وبي، واديت ايه 12 ونص وبي 12 ونص، وسجلت الشير بتاعت سي بال175، والكاش كان ديبت ب200. لو تدور عليه صح هتلاقيها في سي. اخر حاجة بروفيت اند لوس ريشيو بتاعت اي افتر ادميشن هتبقى طبعا ال37 ونص اللي احنا حسبناها قبل كده. طب اخر كيس في الادميشن دي، والمرة دي قلت بقى اشمعنى يعني تشويسز، طب ما انا ممكن اجيبها ترو فولس برضو. ايه ده، هو هنا ممكن ترو فولس؟ اه تعال نجرب. يلا بيقول لي A و B are two partners in partnership. They share profit and losses equally and their capital balance were 180 و 280. حلو قوي، 180 و 280 respectively. The partners agreed to re-evaluate building which was undervalued ب 40. يلا البيلدنج اللي كان اندر فاليود، رحت جاي على طول بقى، يلا خلاص الكلام ده مكرر، رحت جاي واخد البيلدنج وحطيته ديبت بال 40 ووزعته ما بين A و B equally، يعني ده ياخد له 20 وده ياخد له 20. حلو قوي. بيقول لك partners A and B agreed on admitting partner C to their partnership who invested 100 cash in the partnership. استثمر 100 في الشركة مقابل انه ياخد كام في المية؟ 20% of total capital of the new company. اوي اوي، يبقى عندك الكابيتال بتاع A كان 180 وبتاع B 280، التوتال بتاعهم 460. رحت جاي مزوده بالري ايفالويشن اللي كان نصيب ده 20 وده 20 والتوتال 40، طلع التوتال 500. قلت له تعالى لي بقى ال 500 دي بتاعت القدام، زود لي عليها الانفستمنت اللي حطها الجديد ب 100، يطلع لك توتال 600. صح، حلو قوي. ال 600 دول اخينا ده هياخد منهم كام في المية؟ 25%. خلينا نعدل المسألة، خلي دي 25%، 25% هياخد منهم 25%، يعني 600 لما اضرب في 25% هتطلع 150. طب الكالكوليتد شير اللي طلعت ب 150 دي لما اجي اقارنها بالانفستمنت، هو الانفستمنت اللي عملها كانت عامله كام؟ كانت عامله 100، يبقى 100 ناقص 150 طلع نيجاتيف 50. يلا قولوا انتوا بقى، ها لما يطلع الديفرنس بالنيجاتيف مين يفرح؟ مين يفرح؟ قولوا، ها مين اللي يفرح؟ اللي يفرح النيو بارتنر. صح، يبقى دي بونص للنيو بارتنر. طب دي هتبان تأثيرها فين؟ في الانتري. لما اجي اعمل الانتري حضرتك حاطط في الكاش 100 بس، وهتاخد قصادهم كابيتال ب 150، يبقى في فرق 50 اهو اهو اهو، 50 اهي، 50 دي اللي هتتحط في الديبت وهتتوزع بتوين البارتنرز القدام A و B ايكوالي. يبقى انت يا A تاخد لك منها 25 وانت يا B تاخد لك منها 25. طب تعال نشوف بقى ترو فولس. بيقول لك when re-evaluating the old building we should debit old partners capital of 40. لا لا ما تكملش، خلاص ما تكملش، debit البيلدنج. ايه debit الكابيتال دي؟ طيب اللي بعده when re-evaluating the old building we should debit building ب 40. ايوه كده، ايوه كده عادل. طيب نمبر 3 بيقول لي A capital balance after re-evaluation should be 160. A capital balance بعد re-evaluation 200 يا بيه، 200 مش 160. طب B capital balance after re-evaluation اهو after re-evaluation بقى 300. اه 300 يبقى صح. طب اللي بعده نمبر 5 بيقول لي total new company capital should be 500. التوتال نيو كامباني كابيتال should be 500. لا يا حبيبي 600. هو هنا بيمخولك يعني وبيقول لك ال 500 دي بتاعت الاولد، دي الاولد افتر ايفالويشن، لكن لما اقول لك النيو كامبانيز كابيتال لا، يبقى لازم تاخد الاولد بلس النيو. نمبر 6 بيقول لي كالكوليتد شير فور نيو كام بارتنر سي شود بي 150. ايوه صح، حسبناه وكانت عامله 150 اهي اهي. طيب وي شود ريكورد جود ويل فور اولد بارتنر اوف 67. مفيش اصلا سيره جود ويل جت في المساله ولا في الاجريمنت اللي بتوين البارتنرز، يبقى ما تجيبليش سيره الجود ويل. نمبر 8 بيقول لي وين ريكوردينج ادميشن انتري وي شود ديبت كاش ب 100. ماشي، ديبت كاش ب 100 ماشي، اند ديبت اولد بارتنرز كابيتال اوف 50 وديبت الاولد بارتنرز كابيتال بال 50. صدق صدق والله العظيم 8 دي صح. اه
لان انا عملت ديبت للاولد بارتنرز كابيتال بال50 بالبونس اللي انا هديها للنيو بارتنر، صح؟ طب وين ريكوردنج ادميشن انتري وشوت ديبت كاش ب100 اند ريكريدت اولد؟ لا طبعا، لا طبعا، يبقى دي كده فولس. اخر واحده، افتر ادميشن اي شيرنج بروفيت اند لوس ريشيو ويل بي 37.5. ايوه مظبوط، هتبقى 37.5. يبقى دي الشكل كمان لو حبينا نجيبها ترو فولس. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الادميشن بس بالطريقه الثانيه اللي هي البرشيز. هنا بقى الادميشن باي برشيزنج. يعني ايه بقى برشيزنج؟ يعني البارتنر راح اشترى من البارتنرز القدام، اشترى منهم ودفع لهم بره بقى، او حتى ما دفع لهمش، مالناش دعوه باللي دفع او اللي ما دفعهوش. يعني اي مبلغ اتدفع بره الشركه احنا مالناش دعوه بيه. وهنا بقى مش هقول لك هات ديفرنس والشغلانه دي، لا 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 لا، لان اللي هم دافعين بره ومتفاهمين بره خلاص. هو بس اللي هيحصل ان احنا هنعمل ري ايفالويشن للاسيتس برضو، ايوه زي ما احنا بنعمل عادي. ولو اتفقوا على جود ويل للقدام ان هم يسجلوها، كانوا هيسجلوها وبس كده، وهتبقى جيفن كمان. اه والله، يعني الجود ويل كمان هتبقى جيفن. ده يعني ما فيش الكلكعه بتاعت الديفرنس مش موجوده. اه مش موجوده، بس الفكره انك تجيب لي بقى النيو كابيتال. دي اهم حته هنا، نيو كابيتال بعد سي ما يدخل ازاي. وطبعا الويدرول انتري انا المره دي هحول، بس هحول للجديد، فباخد من اي وبي وبدل سي بس كده. باخد منهم ايه وبديله ايه؟ باخد منهم الجزء اللي اتفقنا عليه اهو، ان هم يتنازلوا عنهم ويدوها لسي. اجيبها ازاي؟ بجيبها من التيبل. طب ايه التيبل ده؟ خلينا نعمله، لان انت عارفه اوريدي، بس خلينا نعمله واحنا بنحل. تعالوا كده نسمي ونبدا نشوف كده مساله. ادي جايه ترو فولس كمان اهو، يلا عشان تبقى اتدربت على ترو فولس في كل المواضيع. بيقول لي ايه؟ ان بي هاف كابيتال بالانس اوف 100 و300، they share profit and loss equally، بيوزعوا equally، they agreed to admit partner C to the partnership. بص الكلام بقى هنا اتغير ازاي. كل مره في اللي فاتوا كنا بنقول بارتنر سي انفستس، لا هنا بيقول لك بارتنر سي بيرشيزس. اهو الكلام واضح اهو، بيرشيزس. كام بقى؟ بيرشيزس 25% اوف ذير كابيتال بالانس اند بروفيت اند لوس ان ذا ان ا برايفت ترانزاكشن اند هي بيد 125 تو هيم. قشطه بالرقم ده، ما تبصلوش ما تبصلوش، دفع لهم بره على القهوه، انا ماليش دعوه بالرقم ده، انا ماليش دعوه بيه. بيقول لك بقى the building of old partnership is undervalued by 70. رحت جاي معلي البيلدينج على طول، يلا يلا نبدا نحل. اندر فاليود يعني اقل من قيمته، يبقى انا المفروض اعليه. عليت البيلدينج خليته ديبت، ومين الكريدت بقى؟ اي وبي، الناس القدام اللي كانوا بيوزعوا ايه؟ ايكوالي. هو كان قايل لي ايكوالي، خلاص يبقى ال 70 هدي ايه منها؟ 35، وهدي بيه كمان 35. حلو قوي الكلام ده. قال لك اند ذير ووز ان ريكوردد جود ويل اوف كام؟ 30. وفي كمان ان ريكوردد جود ويل ب 30 اهو، قلت لك هتبقى جيفن. وهنا مفيش بقى احتمالات وللنيو للاولد، لا لا لا، على طول للاولد. اصل يا حبيبي النيو، نيو ما هو دافع لهم بره على القهوه، ما انا هو لو ليه جود ويل كانت راضى معاهم وخلصنا. فانا ماليش دعوه غير بحاجه الشركه بقى، انا هنا كل شغلي مع القدام، واللي بيقولوه لي بعمله. قال لك ان ريكوردد جود ويل، يلا نريكورد احنا بقى الحته الان ريكوردد. رحت جاي مسجل ال 30، وقلت ال 30 دي ايه؟ هياخد منها نصها وبي كمان نصها، 15 و15. اهم خطوه اللي جايه، يلا نعمل التيبل. ايه بقى التيبل ده؟ التيبل ده حضرتك بتبدا بالكابيتال اللي كان جيفن عندك في المساله اهو. لو ترجع فوق هتلاقي ايه كان الكابيتال بتاعه 100 وبي الكابيتال بتاعه 300، يبقى هبدا بايه؟ 100 وبي كان 300، وكان سي لسه ما ظهرش في الموضوع، يعني التوتال بتاع الشركه كان اصلا 400. طيب الري ايفالويشن اللي عملناه في ستيب نمبر 1، زود A وB؟ اه زودهم، زود A ب 35 وزود B ب 35 وسي لسه ما ظهرش في الموضوع. ايه التلاته الغريبه دي؟ اهو زود B ب 35 وسي لسه ما ظهرش في الموضوع معانا. ماشي، يعني كده احنا زودنا الكابيتال بتاع الشركه كله بكام؟ بال 70 بتوع البيلدينج. طب وحضرتك لما جينا عملنا ريكوردنج للجود ويل مش برضو قصرت في الكابيتال؟ ايوه، يبقى يلا ريكوردنج جود ويل، زود لي ايه ب 15 وزود لي بي ب 15 وسي لسه مش في الموضوع، يعني زودنا هنا ب 30. يعني الكابيتال بتاع
ايه وبي بيفور، ركز بقى في الكلام، ها بيفور سي، قبل ما سي يدخل على طول. والله الكابيتال بتاع ايه كان وصل كده 150، لو تجمع معايا دول هيطلعوا 150، وهنا 350، يعني كده التوتال بتاعهم. والله بقى تجمع بالعرض تجمع بالطول، 350 و150 500، طب 470 و30 برضه 500، اه ده كده الكابيتال بتاع الشركة قبل ما سي شرف. طب سي بقى لما شرف هو اتفق معاهم على ايه؟ انه اشترى منهم 25% بس، فكك من دفع لهم كام دي؟ مالناش دعوه بال 125 دي، اشترى منهم 25%. يعني ايه اشترى منهم 25%؟ يعني بارتنر ايه جيف اب، يعني اتنازل عن 25% من الكابيتال بتاعه. انهي كابيتال بقى؟ الجديد ده يا فندم، من ال 150 اللي انت لسه جايبها. يبقى ال 150 هضربها في 25% هيطلع 37.5. قلت له بس يبقى انا هسحب من عند ايه 37.5. حلو قوي. طب وبي هيتنازل برضو عن 25% من ال 350 اللي عنده، رحت جاي ساحب من عند بي 87.5 اللي انا حسبتها بره. الاثنين اللي اتسحبوا دول لما تجمع لي بقى 37.5 و87.5، لو جمعتهم هيطلع التوتال بتاعهم عامل 125. اهي ال 125 دي اللي اديناها لمين؟ اديناها لسي. هتقول لي ايه ده؟ وهو يعني صدفة ان هي نفس الرقم اللي دفعه لهم بره؟ اه صدفة، صدفة. لكش دعوة بالمبلغ المدفوع بره لان ده مدفوع على القهوة. اي نعم صدفة المرة دي ان هو هو. وماله؟ طب لو جيت اركز كده واجيب بقى التوتال بتاع اللاين ده 37.5 بالنيجاتيف و87.5 بالنيجاتيف و125 بالبوزيتيف، لان انا بزود سي بقى، بقول له خد يا سي الكابيتال بتاعك اهو. يبقى هنا اللي حصل زيرو، ان الادميشن نفسه ما اثرش على الكابيتال بتاع الشركه. والله العظيم ثلاثه ما اثر. ايه ده؟ امال هو عمل ايه؟ هو بس غير لي الاستراكشر بتاع الكابيتال، بس غير الاستراكشر، ان خصم من ايه ومن بي وحط عند سي. شكرا. يبقى كده الكابيتال الجديد بتاع ايه وصل 112.5، والكابيتال الجديد بتاع بي وصل 262.5، والكابيتال الجديد بتاع سي 125. يعني كده توتال الكابيتال بتاع الشركه افتر ادميشن حصل له ايه؟ الله العظيم 500 زي ما هو. ايه ده؟ ما هو ما تأثرش. طب لو حبيت اعمل ادميشن انتري اهو يا فندم، الادميشن انتري من السطر ده، شايف ده؟ شايف ده؟ اهو من ده 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 ده. ايوه الادميشن انتري، رحت جاي قايل له والله انا هاخد من عند A 37.5 ومن عند B 87.5، يبقى هسحبهم من الكابيتال بتاعهم، والكابيتال بتاعهم هيقل، يبقى دي A ودي B بقوا ديبت، ده ب 37.5 وده ب 87.5، كل ده قصاد ان انا اديتهم لسي بالتوتال 125 اللي هيزيد ويبقى كريدت. كده احنا جاهزين نقدر نقرا اللي تشويسز. لقيته بيقول لي ايه بقى؟ Recording the evaluation of asset will increase capital A ب 70. كابيتال A زاد ب 70؟ لا يا بي، لا يا بي، زاد ب 35. طب Recording the evaluation of asset will increase capital B ب 35؟ اه كابيتال B هيزيد ب 35، صح. طيب to record the revaluation of assets the building will be credited by 70؟ لا debit يا بي، debit debit مش credit، اهو البيلدينج debit. طيب when recording the goodwill capital A will increase by 30؟ goodwill A هيبقى زيد ب 30؟ لا زاد ب 15. طيب when recording goodwill capital B will increase by 15؟ ايوه. طيب after recording the evaluation of assets and goodwill A balance will be 350 after recording the evaluation with goodwill. ال A balance بقى 350؟ لا 150، اللي 350 ده بي يا حبيبي، ده بي، يبقى دي كده غلط. طيب و after recording the evaluation and the goodwill capital B balance will be 150. يا عمي انت مش قلبهم احوال اللي هو ماشي. بيقول لك after admission capital B balance will be 262.5. ايوه فعلا capital B بتاع after admission ده اللي هو اخر حاجه خالص اهو، بعد ما سي كمان دخل بقى 262.5، صح. طيب the total capital for the whole company after admit partner C will be 500. ايوه صح والله، هيبقى 500 مظبوط، هيبقى 500 لانه ما تأثرش، لان احنا قلنا ان الحتة دي ما تأثرتش بأي حاجة.
طيب والريكوردنج ذا ادميشن جورنال انتري كابيتال اي ويل بي ديبت ب 37 ونص. كابيتال اي ديبت ايوه صح ديبت ب 37 ونص. طب وين ريكوردنج ذا ادميشن جورنال انتري كابيتال بي ويل بي ديبت باي 37 ونص برضه؟ لا طبعا ده كان ب 87 ونص. طيب والريكوردنج ذا ادميشن جورنال انتري كابيتال سي ويل بي كريدت ب 125؟ ايوه صح. وطبعا زي ما انت شفت في الفيديو بتاع الانفورميشن انا ممكن اغير لك كلمه في اي ستيتمنت من دي اقلبها لك بدل ما هي فولس تبقى ترو، فخلي بالك. ونصيحه مني كل واحد يخليه في ورقته. انتوا عارفين ان انا بحب اجيب لامتحانات مختلفه، فالاختلاف انت مش هتحسه، الاختلاف هيبقى كلمه رقم، فانت ايه خليك مركز في ورقتك. طب تعالوا نشوف كمان مسألة، مسألة يلا على الحتة بتاعت الادميشن باي بيرشيزنج. بيقول لي يوز ذا فولوينج انفورميشن، خلاص بقى ما فيهاش جديد، فأنا سايب الحل حتى نمشي عينينا عليه كده ونشوف إيه اللي هيحصل، سايب بس التيبل عشان ده الحتة الجديدة. بيقول لك A و B have capital balance 180. They share profit and loss 2-1. They agreed to admit partner C to the partnership. و partner C purchases 25% of their capital. قال purchases أو مش investment. 25% of their capital balance and profit and loss in a private transaction. And he paid 65 to them. اشطب الرقم ده مالكش دعوة بيه. The land of the old partnership is overvalued by 15%. يبقى انا لازم اقللها. رحت مقلل اللاند فعلا اللي كانت ب 15 قللتها خليتها هي كريدت. ومين الديبت؟ الكابيتال بتاع اي وبي اللي كانوا بيوزعوا 2-1. يبقى هاخد ال 15 واضربها في 2 اوفر 3 طلعت 10. وعند بي خدت ال 15 وضربتها في 1 اوفر 3 طلعت 5. حلو قوي. راح جاي مكمل اند ان ريكوردد جود ويل اوف 60. الله، ما انا قلت لك الجود ويل هديها لك جيفن في الكيس دي. يلا ال 60 رحت جاي عامل لها ريكوردنج واديتها برضو الاي وبي بالريشيوز بتاعتهم 2-1 طلع 40 و20. ماشي. طب بعد كده قال لي بعد كده حضرتك تعمل لي التيبل، والتيبل ببدا فيه بالكابيتال بتاع اي اللي كان 100 وبي اللي كان 80 قبل ما نعمل اي حاجه، وسي كان لسه مش موجود في الموضوع يعني التوتال 180. طب الري ايفالويشن عمل لك ايه؟ والله قلل لي ايه ب 10 وقلل لي بي ب 5، صح كده؟ انت جبتها منين يا دكتور قلل لي دي؟ جبتها من ان حبيبي هنا في الانتري كانوا ديبت. يبقى عند ايه هروح جاي مقلل 10 وعند بي هروح جاي مقلل 5 وسي كان لسه مش موجود في الوجود، يعني انا هقلل ال 15 بتوع البيلدينج. جميل. طب بعديها بالنسبة للجود ويل، قال لي الجود ويل بقى دي كانت مزودة الكابيتال بتاعهم، يبقى أنا هزود إيه بالـ40 وهزود بي بالـ20 وكان سي لسه مش موجود، يعني زودنا 60. لو حضرتك تجمع وتطرح معايا طلع الكابيتال بتاع إيه قبل ما سي شرف بقى 130 وبتاع بي بقى 95 وسي لسه مش موجود والتوتال بتاعنا وصل 225. احنا بقى هناخد من عند ال 130 دي ربعها اهو، بارتنر A will give up 130 هاخد ربعها، اللي هتطلع عامله كام؟ طلعت عامله 32 ونص. حلو الكلام. يبقى هسحب من A 32 ونص اهو، يلا نسحبها. ومن عند B خدت 95 دي 95، خدت ربعها برضو طلعت 87 ونص، رحت ساحب من عند B 87 ونص، ادي 87 ونص. حلو الكلام. طب الاثنين اللي انا سحبتهم دول لو جمعتهم هيطلع التوتال بتاعهم 56. بالمناسبة دي 56 دي 23.75 من 100. الرقم ده غلط، ده 23.75 من 100. ايوه صح كده. يبقى انا سحبت من ده 23.75 من 100. لما اسحب ال 23.75 من 100 من عند بي و 32.5 من عند سي هيطلع النتيجه بتاعتهم 56 وربع اهو، ده اللي انا هديه للبارتنر سي، ده اللي انا اديته له. يبقى انا كده جاهز اقدر اجيب الكابيتال الجديد بتاع كل واحد. هيبقى الكابيتال بتاع A 97 ونص، والكابيتال بتاع B هيطلع 71 وربع، والكابيتال بتاع C
56 وربع، 56 وربع. وطبعا مش محتاج اقول ان التوتال بتاعي هيفضل 225، مش هيتغير. وبعديها كمان جبت البروفيت اند لوس ريشيو بعد الادميشن بكام، لان هم كانوا قبل الادميشن 2 to 1، يعني ده كان تلتين وده كان التلت، وده دخل شفط منهم الربع. لما يشفط الربع يبقى سايب لهم قد ايه؟ سايب لهم اهو، اطلعها بس واحده فوق كده معلش، لما يشفط منهم الربع يبقى سايب لهم 75%. ده المين والمين لA والبي. ال 75% A هياخد تلتينها وبي هياخد تلتها، هيطلع ده نصيبه 50 وده نصيبه 25. ابدأ اقرا التشويسز هتلاقيها كلها اتحلت وكلها بقت 10 على 10. او بقول لك ايه، اول واحده ده journal entry required to record the evaluation of asset will include، هتبدا تبص في الانتري وتشوف في التشويسز بتاعتك، هتلاقي ان اللي يمشي مع الكلام الصح هو سي، ان اللاند ار كريديت ب 15 والكابيتال اي وبي ديبت ب 10 و5 بالترتيب. طيب ده journal entry required to record the goodwill، الجود ويل كانت ب 60، طبعا ال 60 هتبقى ديبت، و40 و20 عند اي وبي بالترتيب. لو تبص عليها هتلاقيها مكتوبة عندك في ايه، الجدول ديبت بالستين واربعين وعشرين عند ايه وبي ريسبكتيفلي. بعديها نمبر 3 بيقول لي ذا كابيتال بالانس افتر ريكوردينج ري ايفالويشن اوف اسيت اند جود ويل ويل بي، الكابيتال بالانس افتر ريكوردينج بتاع مين؟ ما حدد لكش بتاع مين، بس تعال احنا نشوف. لقيته في التشويس بيقول لك افتر ريكوردنج الريفالويشن والجود ويل، لقيت الكابيتال بالانس بتاع A ب 130 وبتاع B ب 95. بص كده لقيت اهو بيقول لك كابيتال A بقى 130 وكابيتال B 95، يبقى طبعا all answers are correct اللي هي C. طب نمبر 4 بيقول لي ذا جورنال انتري ريكوايرد تو ريكورد ذا ادميشن ويل انكلود، بص على الجورنال انتري اهو 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 حضرتك، هتلاقي ان الحاجه الوحيده اللي تمشي معاه صح هي بي، ان ال A و B ار ديبت ب 32 ونص وب 23 75، قصادهم كابيتال C هيبقى كريدت بال 56 وربع. ماشي، يبقى B هي اللي تمشي معانا. اللي بعده بيقول لي ذا نيو كابيتال بالانس افتر ادميشن ويل بي، بيسالني على الافتر ادميشن، يعني على اخر سطر ده اهو افتر ادميشن يعني افتر دخول سي، هتلاقي عندك بقول لك كابيتال اي هيبقى 97 ونص. اه والله صح، ادي اول واحده لقيتها صح. طب بعد كده مفيش اصلا اول انسرز ار كوريكت، يبقى هي بس دي اللي تمشي معانا ومش هقرا الباقيين. بيقول لي ذا نيو بروفيت اند لوس ريشيو افتر ذا ادميشن ريسبكتيفلي هتبقى كام وكام وكام، كنا حاسبينها وكانت 25 و50 اهي 50 25 25، دور لي على 50 25 اهي سي، يبقى سي هي اللي صح. كده ما فاضل لناش غير اخر موضوع الليكويديشن اللي هنشوفه في الفيديو الجاي.